الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وأربيل، وقال مصدر مالي إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 148,050 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا لكل 100 دولار، أما أسعار الشراء فقد بلغت 148,000 لكل 100 دولار. ارتفعت حوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل أكثر من 150 مليون دولار، وقالت مصادر صحفية إن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.1%، غطاها بسعر صرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مشيرة إلى أن المشتريات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات. ارتفعت أسعار المواد الإنشائية مع ارتفاع أسعار الدولار لتسجل أعلى الأسعار في السوق العراقية، وقال خبراء اقتصاديون إن خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق العراقية كانت وراء ارتفاع أسعار المواد الإنشائية، وأبرزها الطابوق وحديد التسليح، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين المقبلين على البناء. من جهتها سجلت وزارة التخطيط الحالية ارتفاعا بأسعار المواد الإنشائية وصل إلى أكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي. أعلنت وزارة الزراعة في العراق حظر استيراد 6 محاصيل زراعية بعد أيام من حظرها استيراد محصول الطماطم، وقالت الوزارة إن عدد المحاصيل التي تم حظر استيرادها بلغت 21 مادة زراعية شملت العديد من الخضروات، مشيرة إلى أنها ستعمل على حظر استيراد محاصيل أخرى في شهر كانون الأول المقبل. يشار إلى أن العراق ما زال يستورد معظم منتجاته الزراعية والحيوانية من دول الجوار لتغطية حاجاته المحلية، وذلك بعد انهيار القطاعات الزراعية والصناعية في البلاد بعد عام 2003. حققت صادرات تركيا من السيارات نبوًا بنسبة 19% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبحسب بيانات اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات فإن الفترة بين كانون الثاني وتشرين الأول عام 2021 شهدت تصدير سيارات بقيمة 23 مليار و 852 مليون و 903 آلاف دولار. وأشار بارانشيليك رئيس المجلس الإداري لاتحاد أولوداغ إلى نمو صادرات القطاع بالرغم من قيود وباء كورونا وأزمة الشرائح الإلكترونية التي تواجه منتجي المركبات. صرح أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو بأنه يتوقع فائضا من المعروض النفطي في كانون الأول عام 2021 وفائضا في المعروض بالسوق العام المقبل، وقلصت أوبك الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الحالي من العام الجاري بواقع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي، إذ قوض ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. ختام الموجز، إلى اللقاء.